لا محالة، هي قمة يعني واعدة بالنسبة لمجموعة الدول المنتجة والمصدرة للغاز، هي قمة ذات دلالات بالنسبة للمنتج وكذلك بالنسبة للمستهلك، باعتبارها سترسم خارطة الطريق لآفاق 2050 إلى 70 بالنسبة لاستهلاكات واستخدامات الغاز، باعتباره صديق للبيئة، باعتباره يدخل في تشكيل العديد من المنتجات سواء المرتبطة منها بالمنتجات العادية أو النقل أو الفلاح أو ما شابه ذلك، وكذلك أنه يدخل في تشكيل الطاقة المتجددة مثل الأمونيا مثل الهيدروجين مثل الكهرباء إلى آخره. وبالتالي فرسم خارطة من خلال هذه القمة سيؤدي بالتالي إلى تحديد مآلات أولا استخدام الغاز، مآلات الوصول بهذا الغاز إلى مستهلكين وفق تناغم بين المستهلك وبين المنتج في سياق ما سمي من خلال البترول بالسعر التوازني، كذلك العمل على زيادة الاستثمارات في هذا المنتج وحصوله باعتباره صديق للبيئة وباعتباره غير ملوث، وحتى عملية تلويثه والانبعاثات الكربونية منه قليلة جدا ويمكن تدميرها في آفاق 35. إذا كل هذه المعطيات تجعل من هذا المنتدى منتدى يعني ذي أهمية قصوى، وأنه معلق عليه آمال كبيرة أنه يرسم هذه الخارطة وهذه الاستراتيجية لمآلات هذا المنتج المحفوظ، واللي يعني في الحقيقة تمثل الدول المجتمعة الآن حوالي 72% من المخزون الدولي لهذا المنتوج.